أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من
قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا سدا هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا قال انفخوا حتى إذا جعله نارا افرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا جعله دكا وكان وعد ربي حقا صدق الله العظيم.